خلاص بقى يا حبيبتي، الحمد لله على كل شيء. كنت عايزاه يا سعد. والله وانا كمان، بس هنعمل ايه؟ مكتوب لنا نعدي بكل ده. حاسه ان الدنيا مستكتره عليا الفرحه. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يعوضنا ويكرمنا، اللي جاي كله بتاعنا ان شاء الله يا حبيبتي. اسمعني كويس يا سعد. عايزه تقولي ايه يا حبيبتي؟ فلوسك اللي اخوك سرقها. مالها؟ هو ايه اللي مالها؟ احنا مش هنبقى خسرنا الواد وكمان نخسر فلوسنا. حبيبتي ما الحكومة بتدور عليه، اول ما يمسكوه ناخد فلوسنا ونخلص. انا ماليش دعوة بالحكومة يا سعد. انت لازم تدور على اخوك زي ما الحكومة بتعمل بالظبط، تروح للظابط وتسأل على فلوسك وتعرف هتستلمها ازاي وامتى. لازم تتصرف يا سعد، ما هو مش هيبقى موت وخرب ديار. حبيبتي يعني الحكومة مش عارفة تعمله، أنا اللي هعرف أعمله. اتصرف يا سعد، لازم تدور على حقنا، تدور بنفسك. فاهم ولا لأ؟ فاهم حبيبتي، هعمل لك اللي أنت عاوزاه، بس أنت شدي حيلك ومنا بالسلامة بقى.